لسه معاكم في يوم سعيد، وخلينا دلوقتي نبدأ فقرتنا مع استعراض رسائل الأبراج اللي بيكون معانا كل يوم مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد. نشوف رسائلها لينا النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 8 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج العقرب طول اليوم، واليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري في الجوزاء، والمريخ في السرطان، وعطارد في الأسد، والشمس موجودة في برج العذراء، وفينوس في الميزان، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم يوم هايل في إدارة النواحي المالية، هتكونوا ملهمين بالأفكار اللي تحقق لكم مكاسب، تقدروا أنكم كمان تاخدوا قرارات حلوة أو مظبوطة في المدخرات في البنوك، في إدارة مدخراتكم في البنوك، أو في قرارات تكون سليمة برضو في بيع أو في شراء. فيوم مناسب لو عايزين تعرضوا حاجة للبيع، لو خصوصا لو حاجة مش بتتباع ممكن انها تتباع بسهولة اكتر في اليوم ده. كمان عندكم رؤية اوضح لمستقبلكم تساعدكم انكم تخططوا حلو لمستقبلكم. نروح للثور. ومواليد برج الثور عندكم القمر في مواجهة برجكم، فأنتم محتاجين في اليوم ده تتأنوا جدا في قراراتكم. هو يوم مش مناسب للبيع أو للشراء، ومش مناسب كمان لأي قرارات مصيرية سواء في الحياة الشخصية أو في الشغل، فما تصعدوش المواقف واصبروا، بس لازم تبقوا منتبهين لحقوقكم. كمان في الحركة وفي السواقة لازم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده للجوزاء. ومواليد الجوزاء عندكم القمر في منزل الصحة الإيجابي، فده بيخلي عندكم طاقة ونشاط وحيوية، وتعرفوا أنكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم. عندكم كمان قدرة أنكم تنظموا وقتكم بشكل أفضل، وتعملوا توازن ما بين حياتكم الشخصية وحياتكم المهنية، وده لأنه عارفين كمان تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم. نروح للسرطان. ومواليد السرطان القمر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية، فتقدروا تأثروا جدا في الجنس الآخر، ويبقى في توافق وانسجام أكتر مع الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، ده لو انتم مرتبطين. في الشغل كمان عندكم حظ كبير، لأنه تعرفوا تنجزوا شغلكم، عندكم الطاقة اللي تسمح لكم أنكم تنجزوا شغلكم حلو، وكمان عندكم فرص تحصلوا على التقدير لأي عمل بتعملوه. نروح للأسد. ومواليد الأسد القمر في وضع معاكس معاكم الحياة طول اليوم، خصوصا في التعامل مع الأهل والقرايب وكمان مع الأصحاب، فلازم تحافظوا على اللباقة، ما تدخلوش في أي جدال يعمل لكم صدام مع اللي حواليكم. نروح للعذراء. ومواليد العذراء القمر في منزل العلاقات بيديكوا يوم تقدروا توطدوا فيه علاقتكم أو تقووا فيه علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، سواء في العيلة أو مع الأصحاب أو في الشغل. كمان تقدروا تعملوا لقاءات مهنية موفقة في أي مواعيد مهمة عايزين تاخدوها، حاولوا تتعمل في النهاردة، لأنه عندكم سرعة بديهة ولباقة تساعدكم أنكم تطلعوا من أي موقف بنجاح. نروح بعد كده للميزان. ومواليد الميزان تركيزكم مش أحسن حاجة الحقيقة النهاردة، فلازم تتأنوا جدا في قراراتكم وتدرسوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها، خصوصا في الشغل وفي الفلوس، عشان ما يحصلش أي خسائر أو كمان ما يتمسكش عليكم أي أخطاء.
نروح للعقرب ومواليد العقرب. اليوم كله القمر في برجكم، بيديكم سحر وجاذبية، وتعرفوا انكم تفرضوا ارادتكم بذكاء، وكمان يعني هتعرفوا تكونوا مسيطرين على كل المواقف، وتعرفوا تلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح للقوس ومواليد القوس، القمر في منزل الصحة السلبي، بيخلي طاقتكم البدنية اقل. انتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة، ومهم انكم تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان مواليد القوس في اليوم ده تحافظوا على السرية والكتمان، حاولوا ما تتكلموش عن اي افكار ليكوا او اي خطط، او عموما ما تقولوش اخباركوا، وابعدوا عن الفخر بنفسكم. نروح للجدي ومواليد الجدي، القمر في وضع داعم في العلاقات مع الأصحاب وكمان مع الزملاء والرؤساء في الشغل، فتقدروا أنكم تستمتعوا بوقتكم بخروجة حلوة مع الأصحاب، وفي الشغل كمان تعرفوا تكسبوا الدعم بسهولة، ولو عندكم مشاريع خاصة هتقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. نروح للدلو بعد كده ومواليد الدلو، القمر مازال في وضع معاكس معاكم في الشغل، فلازم تاخدوا بالكم انكم محتاجين تنظموا افكاركم واولوياتكم ووقتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت في الوقت ده. مهم كمان مواليد الدلو انكم ما تتسرعوش في انفعالاتكم وما تدخلوش في أي مناقشات حادة أو جدال مع الزملاء والرؤساء في الشغل. نروح للحوت ومواليد الحوت، مازال القمر في منزل الحظ، بيديكم الحظ على كل الأصعدة. عندكم قرارات سليمة تقدروا تاخدوها في اليوم ده، وكمان يوم حلو في السفر لو عايزين تقوموا برحلة أو سفر أو تخططوا لرحلة أو سفر، كمان لو عايزين تسعوا العمل في الخارج أو تعملوا تعاون مثمر يكون مثمر مع الخارج، هيكون حلو لو اتعمل في اليوم ده. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.